فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل السنة السواك قبل بداية الوضوء أو في أثنائه؟ لا، السنة قبل الوضوء عند كل وضوء. نعم. وهل السنة الاستياك باليد اليمنى أم باليسرى؟ السنة الاستياك باليد اليسرى، لأن الاستياك إزالة أذى، الاستياك إزالة أذى عن الفم والأسنان، والأذى يزال باليد اليسرى. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.